ضعف طرف، قد أضعف أنا أنت تقويني، وقد يضعف ذاك وأنا أقوي، ترى هي عملية توازن، أنت تقويني في الميدان وأنا أقويك. بس إحنا كإخوة لازم نفهم بعض. قوى الشبابية على الأرض بارك الله في جهودها، وسماحة الأمين العام في خطاب المجلجل أيام حوار ما يسمى حوار أمن المنامة، تذكرونه الحصر، لم يبالغ ولم يزايد على شعبه، وإنما هو حقيقة هذا هو رؤية الوفاق ورؤية المعارضة، وبالذات هو سماحة الشيخ. يعني أنت عليك تضغط على القوى السياسية ألا تداهم، ألا تفرط، ألا تغفل، ألا تضعف، لاحظ؟ هذا الأساس. أنت الروح، أنت الحركة، أنت الرهان الذي راهن، أنت الرصيد الذي يستخدمه فيه. نؤيد جميع التجمعات والمسيرات السلمية ونباركها. دعت لها الجمعيات السياسية أو دعا لها الانفعالية، جمعيات ضرورية. تعالوا نتعاون، تعالوا نتكامل، لا أحد يضعف أحد، لا أحد يضعف الائتلاف، لا أحد يضعف الوفاق، لا أحد يضعف حق، لا أحد يضعف... كل من يريد أن يوصل إلى الديمقراطية بطريقة سلمية ادعموه. أكثر من عشرين شهر، أكثر من 50 نوعا من الانتهاك، ماذا جنيتم؟ الخزي والعار وصمود هذا الشعب. ماذا جنيتم؟ هل تراجع أحد من كان في دوار اللولا يطالب بالديمقراطية عن هذا المطلب؟ خسيتم. كل اللي بعرفه أنا أن الشعب البحرين والشباب البحريني نفسه طويل، وعيه كبير. المهم مثل ما نوصي بكل بلد، التماسك الداخلي، الحفاظ على الوحدة، وحدة الحراك، الانسجام مع القيادة الواعية والحكيمة والشجاعة الموجودة بالساحة اللي عم تشخص طبيعة إخواننا وأخواتنا في البحرين. اصبروا وصابروا واثبتوا في الدفاع. إن دماءكم يا إخواني ويا أخواتي، إن دماءكم وجراحكم ستهزم الظالمين والطواغيت، وستجبرهم على الاعتراف بحقوقكم المشروعة. وما أنتم عليه اليوم يستحق التضحية، ويستحق الشهادة، ويستحق العمل الدؤوب وإن طالت المدة.